دكتور عايزه اتكلم على الاجهزه، لان الاجهزه دي قتلت سؤال. بحثا، قتلت بحثا يعني. وبعدين كمان في حاجه، في ناس بتشجعها قوي وفي ناس بتقول لك ما بتعملش فيها حاجه خالص، ما بتعملش فيها ايه بقى؟ طب بصي مبدئيا عشان بس الناس اللي بتقول ان الاجهزه ما لهاش اي تاثير خالص، ما بتعملش ومش حاجه علميه ولا انا واخده دكتوراه في الاجهزه على فكره، يعني انا واخده دكتوراه من جامعه القاهره، يعني مش هقول لك من جامعه خاصه ولا جامعه بره ولا حاجه من الدبلومات اللي مضروبه، لا يعني شهاده من كليه العلاج الطبيعي، رساله دكتوراه كامله على جهاز الكرايو وازاي هو بديل لشفط الدهون وهو بدل عمليات تنسيق القوام. مش هقول لك اكتر من كده، بس يعني عشان بس في ناس بتطلع تقول لا ده كل ده نصب وكل ده مش عارفه ايه. لا خالص، انا سمعت الكلام ده كتير قوي، واحنا مش عارفين الصح من الغلط فين. طب انا هقول لك بقى الغلط الاول بيجي منين عشان بعد كده نقول الصح. الغلط ان انا بعمل كورس الجلسات وبيبقى اللي قدامي، انا ما اعرفش بقى، انا يعني انا مش هتكلم واقول ان هم دكاتره، لان اكيد لو دكتور هيبقى فاهم اللي انا بقوله. في ناس مش دكاتره بتشتغل في المجال مبدئيا، ودي مشكله كبيره جدا واحنا مش عارفين نسيطر عليها، فما علينا. تمام. الفكره ان هو بيفهم اللي قدامه، يعني حضرتك جيتيلي فانا بقول لك انت هتاخدي كورس، هتنزلي 28 سنتي، هتبقي كذا، واوريكي صوره مادونا مثلا، حضرتك هتبقي زي الاستاذه الله يرحمها في ظرف الست جلسات او الثمان جلسات او الكورس اللي هو بتاع شهر. لا طبعا ده مش صح خالص خالص. انا زي ما قلت لك في الاول، احنا الاول بنشتغل على تفتيت الدهون، فالكورس الاولاني لو حضرتك وزنك فوق ال 90 ما تستنيش مني فرق كبير في المقاسات، بس استني مني فرق كبير في الانبادي. انت عملتي انبادي قبل ما تبداي الجلسات، وعملتي انبادي بعد ما خلصتي الجلسات، وشفتك بالمقاس، والمقاس ده انت اللي بتاخديه مش انا اللي باخده. يعني ما تخليش حد ياخد لك مقاس، ما انا ممكن اضحك عليكي اخد لك من حته والمره الجايه اخد لك من الحته اللي بعدها. يعني انا بقعد اقول لهم يا جماعه ده شغل سوق، يعني ده شغل سوق، المقاس انت اللي بتاخديه، بقول لك خدي من عند السره لفوق 5 سنتي، علمي انت قدامك، باخد لك وبقول لك انا خدت ازاي، بحيث ان انت لما تروحي البيت يا ستي لو جالك شك من ناحيتي انا واحد في المليون، انت هتلاقي نفس المقاس اللي انا واخداه لك. ما هو انا مش مصلحتي، مش من مصلحتي ان اضحك عليكي، ما انت في وشي، ما انت فاهمه قصدي ايه؟ ما هو انت اسمي اللي ماشي في الشارع. فانا مش من مصلحتي ان انا اضحك عليكي. اخدتي الجلسات وعملتي الكورس الاولاني، المفروض تنزلي 10 سنتي، انت نزلتي 6 سنتي. بشوف معاكي بقى المشكله في ايه؟ هل الدهون دي؟ طب والدهون ما نزلتش قوي، لا يبقى انت بتعملي مشكله. على فكره ممكن تبقى المشكله ان حضرتك في اليوم الفري بتاكلي اكتر من اللي جسمك بيحرقه. صحيح. فممكن تبقى دي مشكله فبتزيدي بالظبط. لا او مش بصي هو انت عمرك ما هتزيدي، بس انت ممكن ما تنزليش زي ما انا عايزه. صحيح. لكن انك انت من كورس واحد تبقي ماشيه الحقنه السحريه، لا طبعا، ولا الحقنه المعجزه ولا الحقنه الفتاكه، الحاجات دي مش فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. يعني ساحره منين يعني؟ يعني السحر ده جاي منين؟ يعني الماجيك ده جاي منين؟ لا ده علاج، زي ما المضاد الحيوي حضرتك بتاخديه اسبوعين او ثلاث اسابيع وممكن تبدايه حقن وتنهيه قراص، ده برضو نفس القصه، ده تفتيت دهون بلس بقى كمان ان دي دهون بقى لها 4 سنين 5 سنين 10 سنين 20 سنه. يعني انا ممكن واحده تجيلي مضايقاها بطن القيصريه، اول طفل عندها الله اكبر شاب 20 سنه، فانت بتكلميني على دهون بقى لها 20 سنه، ازاي انا انزلها لك في اسبوعين؟ ده انا لو قلت لك كده انت تشكي في كلامي. صحيح. يعني انا بقول لك، او انا لو انا قلت لك كده انت وبعدين كلام. على فكره الكلام المنطقي اللي هو كلام ما فيهوش كذب ولا دجل. ايوه هو ما هو ده ان احنا شغالي عقلي. لا بصي يا استاذه، كمرضى رايحين نخس او اشخاص عاديه، هي المشكله ان الناس بتبقى رايحه عايزه تسمع ده، لكن هخسسك في اسبوعين. بصي يا استاذه هند، حضرتك بتتكلمي بكده، انا في ناس بقول لهم يعني بيجولي مثلا من عند حد يعني او من حاجات على النت او اقول لهم يا جماعه طب انتوا يعني سيبك ان انا دكتوره، انا مش دكتوره، بالعقل كده ازاي الكورس الناسف الفتاك الساحر اللي مش عارفه مين اللي في 3 اسابيع ينزلني 20 كيلو ازاي يعني؟ وانا قاعده في البيت وما بلعبش رياضه وما بعملش دايت. بصي بقى سبحان الله، لا بلعب رياضه ولا بعمل جلسات. بيقولوا كده على فكره، هو بيقولوا كده ولا بعمل دايت، وانا ببقى مستغربه ازاي يعني؟ طب هعمل ايه؟ ازاي رايحين في الضحك على الناس؟ انت عامل لي حجاب كده يعني؟ مش هتتحركي من مكانك، هتاكلي اللي انت عايزاه، مش هتلعبي رياضه، ومش وهتخسي،
ما بالعقل يا بقى. جماعه في ايه؟ ما هو ده بقى استغلال، ربنا عرفوه بالعقل. ما هو ده استغلال لجهل اللي قدامك. صحيح. او حلم اللي قدامك. أو مش هنقول أو جهل، هو بلاش حلم. جهل، عدم معرفته. كل الناس عايزه تخس وعايزه يبقى شكلها حلو وعايزه تبقى دنيتها تمام وعايزه تبقى صحتها حلو، ده حلم. الحلم ده انا اوصل له ازاي؟ ما هو انا ما بقتش يعني، انا ما اتولدتش فبقيت دكتوره بعد اسبوعين، دخلت كي جي وابتدائي واعدادي وثانوي والجامعه وماجستير ودكتوراه ودبلومه صح ولا لا؟ يعني هو في طريق لازم هتمشي، في طريق انا لازم همشي فلازم لحلمك ده. انا بقعد اقول للناس احنا في رحله، احنا في رحله مع بعض، تتقبليني واتقبلك، ما ارتحتليش اطلعي من عندي صحيح. لحد تاني على طول. طب ناخد رحاب بقى نشوف عايزه تقول لنا ايه. رحاب الو. ايوه يا رحاب اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. دكتور معاكي اتفضلي. سني كبير جدا وعامله عمليه تكميم. كنت 159 كيلو. ودلوقتي 112 يعني وصلت ل 119، عملتها شهر 6 اللي فاتت. تمام. وصلت 114 كان شهر 5 اللي فات. ومن شهر 5 لحد دلوقتي بقيت 112. وزني مش بينزل، بس عندي مشكله في الغده اللي هي التوتال سي 4 4.7. طيب ماشي تمام. تمام بشكرك يا رحاب. يعني كده يا رحاب انت المفروض خاسه 40 كيلو في سنه تقريبا، 40 حاجه و40 في سنه. ده بعد الجراحه يا دكتور؟ اه بعد العمليه. فده ما هي بتقولك عملت العمليه السنه اللي فاتت، واقل وزن وصلت له كانت 159، واقل وزن وصلت له هي 112 دلوقتي. فهي نازله لها 48 كيلو تقريبا او 47 كيلو. فده وزن مناسب لسنه، يعني ده وزن طبيعي لسنه. ممكن تكون انت يا رحاب مقصره في الفيتامينات بتاعتك، او وقفتي فيتاميناتك قبل ما الدكتور اللي عمل لك العمليه يقولك. ودي مشكله كبيره جدا بتجيلي بيها اغلب الناس اللي عاملين تكميم او تحويل مسار او طي معده او ايا كان بقى من العمليات اللي هي عمليات السمنه، يعني ان هم بيوقفوا العلاج وبيوقفوا الفيتامينز وبيوقفوا الادويه قبل ما دكتور الجراحه هو اللي يقولك. وممكن تقولي لا اصل انا بنت خالتي دكتوره، ولا قريبنا صيدلي، او مش عارفه مين قال لي، اصل صاحبتي كانت عامله العمليه وقفت بعد شهرين. لا يا جماعه خالص، انا كدكتور جراح بدخل بفتح بشوف بالمنظار، انا اللي اتسال، محدش غيري خالص يقول اي كلمه بعد، يعني مفيش كلمه بعد الدكتور الجراح. هو دكتور الجراح الطب هو اللي يقول لك الاول انت ممكن غالبا يكون مشكله الغده اللي حصلت لك دي لانك انت وقفتي فيتاميناتك بدري، او ما رجعتيش للدكتور قبل ما توقفي فيتاميناتك، لان الفيتامينات في ناس بتمشي عليها لغايه سنه، وفي ناس بتكمل عليها العمر كله. فاللي بيوقف بدري او بتحصل مشكله في الغده، بيحصل مشكله في الحديد، الوزن بيقف طبعا لان الجسم بيبقى ضعيف. خلي بالك برضو يا استاذه هند ان الجسم لازم يبقى قوي عشان يخس. الاجسام الضعيفه ما بتخسش قوي لان هو اصلا ضعيف، حرق الدهون محتاج قوه. عشان كده احنا كنا بنتكلم في الاول على ايه، جلسات تفتيت الدهون وحقن تفتيت الدهون، الحاجات اللي بتساعد على تفتيت الدهون، لان الدهون عشان تتحرق لازم يبقى الجسم قوي.